Hello everyone, welcome again to my Hizz Arabi lessons and 1 minute of MSA Arabi. Today we will continue the time sections and we will speak about the ceremonies that happens in the year. Let's start. مبكر مبكر متأخر متأخر في الميعاد في الميعاد عيد عيد احتفال احتفال مناسبة مناسبة هدية هدية عيد ميلاد عيد ميلاد عيد الفطر عيد الفطر عيد الأضحى عيد الأضحى عيد الحب عيد الحب عيد الشكر عيد الشكر رأس السنة رأس السنة شم النسيم شم النسيم This is it. I hope to see you soon. مع السلامة.